اوكي السلام عليكم ورحمه الله يعطيكم العافيه. احنا هاي الحاله انترستنج اجتنا الكيس عن طلاب الماجستير وطالبنا الدكتور بلال عمل شغل مميز فانا حبيت اني اصوره وارجيكم بعض انواع الماتيريال الاخرى التي تستخدم في استخدام الكونكريت دنشر. الحاله الاولى الجزء الاول من الحاله اللي هو الابر ريدج. هذا البيشنت كان عنده ابيرس فشراتم، عنده ريزوربشن كثير، عنده سيرجريز ماينر سيرجريز انعملت في منطقه الانتيريور سلكس. في المره الاولى التي اخذ فيها الامبريشن ما طلع لنا اي ديتيلز فيه، كان السبورت بالجرينستيك مش موجود فاضطرينا نعيده. ليش احتاجنا السبورت؟ لانه هاي التشيو معمول عليها سيرجري، كانت كان فيها ابيرس فشراتم، فهي الاريجولاريتي تاكدنا منها انها نفسها موجوده في تم البيشنت، هي ليست ديفيشنسي في الماتيريال، هي موجوده في تم البيشنت. ولكن في المره الاولى ما كانش في جرين ستيك سبورت كافي، فطلبت من الطالب لو كان في مجال انه يزيد على الجرين ستيك ويضيف شويه لو كان سلايتلي اوفر اكستندد، على اساس انه العمليه قديش اللي عملها 2 months، فمعناته ما زالت التشيو في الريفورمينج ستيج، فبلكي الراوندد سموث سيرفيس يعمل لنا شيبينج لسلكس جديد، لانه التشيو ما كانتش سبورتد باي ان اولد دنشر. عاده لما يعملوا عمليات مثل ابيلس فشراتم او ما الى ذلك بيكونوا بيستخدموا الاولد دنشر تو ريشيب ذا سوفت تشيو تو هيل اراوند، فبالتالي كانه بيعمل نيو سلكس، فهذا ما كان موجود في هذا البيشنت، انعملت السيرجري وانتركت التشيو، فالهيلينج تاعت التشيو كثير طلعت ايريجولار والايريجولاريتي اثرت علينا، فاحنا بدنا هلا على الاقل نعمل سموث راوندد سيرفيس. فالطالب عمل الراونديشن هون، عمل الاديشن وراوندد فيري ويل، وبعدين فوق الكل اخذ بدنا الديتيل، اخذنا بمونوفيز. هاي مونوفيز، ذيس از رابر، it's made out of additional silicon. استخدمناها هون ب medium body. المونوفيز معناتها in all of the material نفس الconsistency. تطلق على high viscosity، تطلق على medium viscosity، تطلق على light viscosity. كله اسمه مونوفيز، يعني هو one phase only. فإحنا اللي استخدمنا هنا medium body. اخذ الامبريشن المره الاولى كان في مشكله في السيتنج، كيف اكتشفناها؟ في واحده من الستوبرز مبينه اكثر من الثانيه. الشغله الثانيه كان في هون السلكس مش مبين، كان فيري شالو، والامبريشن ماتيريال مع التريثك. المره هاي كيف عالجنا هاي المشكله؟ اول شيء السيتنج انه قرب شوي لقدام. الشغله الثانيه طلبنا منه انه يفتح هول في التري. عمليه فتح الهول جوه التري مشكله، ليش بنحتاجها؟ لنعالج مشكله دائما موجوده في الربر امبريشن، وخاصه لما يكون الريدج ويل ديفلوبد. لما يكون الريدج ويل ديفلوبد وربر ماتيريال معبي السلكس بتعمل هيدروليك بريشر بتعاكسني، الفيسكوسيتي تاعتها اثناء وهي لسه ما صار لها سيتنج، ات بيكمز ات اكيوميليتس هيدروليك بريشر، فمرات بتقاومني ما بتخليني اعمل سيتنج، مع انه عندي سبيسر وكان سبيسر صحيح، لكن فتحه الهول مقابل الربر هاي بتعمل لي ريليف لاي هيدروليك بريشر بيلد اب في منطقه الروجي اريا، وهي دائما بتصير معنا بالمونوفيز. طيب قبل ما يحط الربر طلبنا انه يحط ادهيسيف، فاستخدم الادهيسيف قبل ما يستخدم الربر على هاي التري. الربر ماتيريال داز نوت ستيك لا للجرين ستيك ولا داز ستيك لللايت كيور اكريليك، فلازم نستخدم ادهيسيف. لاحظين كمان من علامات الويل سيتنج انه ستوبرز بينوا. العلامه الثانيه للسيتنج انه البوز دام اشتغل، شايفين البوز دام بلش يشتغل، فهذا معناته ويل سيتد. وكمان شوفوا الديتيل اللي اخذها بالبكل باتش، هذا طبعا انقاست بالايد من الجهتين وطلعت القياسات صحيحه. فهاي عن الابر، استخدام الميديوم بادي، بعض المعلومات عن الميديوم بادي وبعض المعلومات عن الابيلس فشراتم وعلاجها. المره الثانيه الابيلس فشراتم بعد العمليه مفروض يكون عندنا ويل ديزايند فلانج، ليبيال فلانج ديب بالدبث اللي بدي اياه، الدكتور بخيط حواليه، ومش بس هيك الفلانج نفس السموثنس تاعه والراونديشن بتساعدني التشيو الجديده تتشكل حواليه بالطريقه اللي بدي اياها، لان انا قاعده بعمل سلكس ديبنينج كانه، صح ولا لا؟ طب السكند ماتيريال هاي عندنا اللور، عنده حاله ريزورب فيري ويل ريزورب ريدج، عملنا له الاد ميكس تكنيك. هاي الماتيريال تاعت الاد ميكس تكنيك، المره الاولى اللي عمل الاد ميكس تكنيك كان هاي المنطقه ديفيشنت، طلبنا من الدكتور انه يعيد لنا بس اعاده بناء هاي المنطقه افقيا. ليش؟ لانه هاي الريترومالوباد، هاي بدايه الريترومالوباد وهي نهايتها، يعني الدنشر ما حيمد ديستالي اكثر من هيك، لكن في اللينجوال باتش بدي امد مور بوستيريوري. هاي الهوريزونتال سبيس تاعت اللينجوال باتش، اللينجوال باتش له تو سبيسز، دبث و انتيريور بوستيريور ويث. الانتيريور بوستيريور معظم الطلاب بناخذ هاي ومركز على الطلاب هاي، بس الناس اللي عندهم هايلي ريزورب لازم كمان اخذ الهوريزونتال دبث اب تو ذا فوسيز، هون بتبدا الفوسيز تطلع. فقد ما بقدر امد بوستيريوري بمد،
مش بس الريترومولر باد وانما حتى مور بروسيدر ذان الريترومولر باد قد ما اصبعي باخذ. الادمكس تكنيك لما اخذه اول مره كان في فولز كثيره، وهذا دائما السؤال بنساله انه هل ناخذ واش بعد الادمكس. مشكله الادمكس انه احنا بدنا اياها، او ميز عفوا ميزه الادمكس انه احنا بدنا اياها تو كومبرس للتيشو عشان ناخذ سلكس از ماتش از بوسيبل، ولكن اذا حطينا ماتيريال فوقها شو بيصير؟ بتصير الكومبرسيبيليتي راحت تاعتنا. فاحنا شو اخترنا؟ اخترنا انه نستخدم الواش ماتيريال. ليش استخدمتها؟ لانه عمليه التعديل اكثر من مره صار في عندنا فولز وصارت مجعلكه التيشو والسموذنس اختفى، فبالتالي انا بدي اسجل صح. فشو عمل بعد الواش؟ راح عمل بعد الادمكس حطينا واش ماتيريال، هاي نفس الربر، لاحظوا الربر لزقناه بادهيسف فلزق، نلاحظ انه ما عم بنفصل عن الدنشر اريا السبورتنج اريا او سيتنج اريا، ولا اخذ الريدج بيرفكتلي. ومش بس هيك عمل التشكيل للينجول باوتش. بس هون اللي عجبني واللي فعلا انا قررت اصور لما شفتها المايل هيويد ريدج، شايفين المايل هيويد ريدج اللي هي شايف الدبريشن وبعدين الفلور اوف ذا ماوث ماشي هوريزونتلي، هاي ولد ريكوردد في الادمكس تكنيك، يعني وصلنا لعند المايلويد فعلا وسجلنا تيشيو هوريزونتال تو ات. يعني شايفين الدنشر هاي التري واحنا سجلنا هوريزونتلي، هذا بايش بدنا نستفيد منه بالديزاين تاع الدنشر؟ الدنشر شود جو هوريزونتلي ان ذس اريا، مش بس ديبث. هلا تكنيشن ممكن يغلط يفكر انه هذا سلكس ويقص الدنشر على قده، احنا ما بدنا. احنا واحده من الاشياء اللي بنعدل فيها الريزرف بريدج انه نمشي افقيا، وين اللي نمشي افقيا؟ هي هاي المنطقه. فهاي ساعدتنا انه ناخذ الهوريزونتال فلور امبريشن مش بس الفيرتيكال فلور اوف ذا لينجوال سلكس. اوكي ريترومولر باد انكلودد اللينجوال باتش. هلا شايفين اللينجوال باتش، هاي ريترومولر باد، شوف لك اللينجوال باتش حتى مور ديستال تو ذا لينجوال باتش مسجله. اوكي والدنشر حيمد ان شاء الله باللينجوال باتشز، ونامل باذن الله انه ناخذ فيري جود ريتنشن من هاي الاشياء. يعطيكم العافيه.